دويني يا ولد في الحقيقه غبرنا عليكم شحال هادي ما درناش فيديو وشحال هادي ما دوينا كيف ما كتعرفوا الا كنت شفتي اخر فيديو غادي تلقانا صورنا من درب كبير ديكو قررنا اننا نعاودوا الفيديو من درب كبير ولكن بلان لي جديد هو ما صايغيش لي روان ولكن صايغين واحد الموتور لي جديد وبيان سور محبوبات الجماهير الزالويسون كيف ما كتشوفوا هادي بيان سور غادي ندوي عليها في شي فيديو اخر وبغيت ندوي عليها دابا حيت بغينا اول حاجه اننا سير اخويا نتوما الاولين بغينا اول حاجه علينا خصنا ندوي على واحد السوجي اللي كثرات عليه الهضره بزاف في الحقيقه وبيان سور بغينا كاملين ندوي عليه وكيف ما كتعرفوا المعلومه خاصها تكون صحيحه شفت بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الناس دووا على السوجي هذا ولكن في الحقيقه ما الناس يمكن ما عرفوش ولا ما صرحوش مزيان المهم كيف ما كتعرفوا ديما كنبغيو نجيبوا لكم اش واقع والجديد اللي كاين في العالم ديال الماطر هذه المره هذه ما غاديش نمشيو نشوفوا شي تكنولوجيا جديده اولا وقيلا ملي كنسد الفيزيار كيكون احسن المهم ما غاديش ندوي على شي تكنولوجيا جديده ولا شي حاجه اللي كتعلق بشي حاجه جديده بالموطور ولكن واحد الحاجه اللي جديده في المغرب ويمكن غير الناس ما كانوش مديين فيها في الحقيقه هذا البلان اللي غندوي عليه هو كان تطرح في البرلمان في 2017 وكانوا الناس صادقوا عليه وخرج في الجريده الرسميه ولكن التطبيق ديالو كان مازال معطل هذا هو البلان دوز يا لاله كيف ما كتعرفوا بزاف ديال القوانين كيخرجوا في المغرب ولكن ما كيطبقوش ياك عشيري عماله درت سلطان دوز اخي طوبيس هو الاول شوف بلاكه فين والناس فين غادي نجد طوبيس المهم اللي بغينا ندوي عليه هو انه واحد القرار من بزاف ديال القرارات اللي ما كانوش مفعلين ولكن غادي يتفعلوا بيان سور في 2020 هذا البلان هذا هو واحد البيرمي اللي جديد بيان سور ملي كنقول لكم بيرمي هو انه واحد الكاتيجوري جديده اللي غادا تزاد في على داكشي اللي كان نورمالمون كي ملي كندوز بيرمي ديال الموتور كيعطوني ا و ا1 ا1 هي الاولى و ا هي الثانيه بيان سور بزاف ديال الناس كانوا كياخذوا بيرمي وكيلقاو راسهم انهم مطبوعين لهم جوج الحوايج ا1 و ا كيف ما كتشوفوا في التصويره بحال هكذا وفي الحقيقه كتجيك في شكل انت مدوز ديال الموتور وعاطينك جوج بيرميات واحد كتخلصو واحد فابور هاد البلان هذا علاش كان باش ايفيتيو واحد البلان ديال انك تقدر تسوق موتور صغير وموتور كبير حيت نورمالمون في لوروب ومن 2006 هما مطبقين هاد القانون هذا ديال انك الا بغيتي تسوق موتور صغير خاص يكون عندك بيرمي او موتور كبير خاص يكون عندك بيرمي وبيرمي ديال الموتور الصغير كان غير بلا ما تقرا زعما كيفاش تسوق ولا شي حاجه ولكن كانوا كيوريوك غير الابجديات ديال ديال التشوير الطرقي يعني كيقول لك هذه رقيف هذه طنطن كدوز واحد نص نهار ولا سبع ايام وشوف السيد دابا اش باغي يدير المهم كنت كدوز شي حاجه اللي صغيره وكنتي ديك الساعة كتسوق الموطور انا خلينا في المغرب بويسكو هاد الناس هذا من 2006 هما دايرينو ولكن غندويو على راسنا حنايا اللي في 2020 ويلا وصلنا هاد البلان هذا كيف ما كتعرفوا باللي كدوز ا و ا كيعطيوك في التصويرة وكتشوف نتايا بانك راه مصورين لك موطور صغير وموطور كبير ملي كنقول لكم موطور صغير كندويك على 125 لتحت هادشي اللي كاين في لوروب ولوروب باش فايتينا هو انه خص يكون عندك غير بيرمي ديال الطوموبيل وعندك الحق هذيك الساعه انك تسوق 125 هادشي كنا ديجا دوينا عليه ملي كنا في الاسبان وكنا دوينا عليه في بارسلون حيت كنا شفنا بزاف ديال الموطور 125 منهم الاس اش منهم ليفيرشي منهم بزاف ديال الحوايج كانوا 125 والناس كتحرك غير ب 125 ما تحركش في سيكوند هادشي كانوا هما مزعمين الناس بانهم بيرمي ديال هذا كتمشي دوز واحد البيرمي اللي صغير كتمشي غير نظري كيف ما قلنا وهكذا كيولي عندك الحق انك تسوق 125 الوغ في المغرب اشنو كاين كان انك تاخذ البيرمي كانوا كيعطيوك جوج الحوايج كنت كتاخذ البيرمي ا 1
فوقها. هذا العام هذا قرر انه طبق واحد الكاتيجوري اللي جديده اللي سميتها بيرمي ام. كيف ما كتشوفوا هذا البيرمي هذا ما كانش عندنا كاع في البيرميات القدام, وحتى انا براسي ما عنديش. وهذا السؤال هذا اللي كيخليك تقول او ودابا انا عندي بيرمي ا و ا, واش غيخصني انني ناخذ ولا ندير بيرمي ديال ام. الو مشيت قلبت لكم بيان سور, وبزاف ديال الناس كانوا يسولوني في لي ميساج, وقلت انني من الاحسن ندير لكم فيديو ونشرح لكم بيان سور هادشي كامل, احسن من ندير لكم بوبليكاسيون فيسبوك اللي كنا ديجا فلاباج فيسبوك اللي هي هادي, اللي كل مره كنحاولوا اننا نبسطوا ونبينوا شي حوايج اللي كيكونوا ديزانفورماسيون بحال هكذا. ولكن كيف ما كتعرفوا لافورماسيون بالفيديو كدوز احسن وكدوز بالزربه, هادشي علاش قررنا اننا نديروا فيديو. الوغ بالنسبه لي انايا الى عندي ديجا ا و ا1 الوغ ما عنديش مشكل في هاد لاكاتيغوري. هاد الكاتيغوري علاش جات بالنسبه للناس اللي عندهم اقل من 18 عام, والناس اللي كيسوقوا 50 اون جينيرال. ولكن هاد القانون هذا بالخصوص كان كيخص الناس اللي عندهم اقل من 18 عام, بين 14 عام و 18 عام حتى هما عندهم الحق دابا يديروا بيرمي ديالهم, ولكن عندهم الحق في موتور 50 سي سي. ملي كندويو على نورمالمون هو 50, ولكن الناس من في الوراق وداك الشيء كيتكتب 49 سي سي, غيولي عندك الحق انك تسوقو بالبيرمي ديال ام. الوغ هاد البيرمي هذا غادي يخول الناس اللي عندهم تريبورتور, كيف ما كتعرفوا بزاف ديال لي زاكسيدون كيوقعوا وشكون الضحايا ديالهم, يا اما ماطر صغار يا اما صحاب تريبورتور. الوغ الناس حاولوا انهم يديروا هاد البيرمي جديد اللي غادي يكون بواحد البري غيكون شويه رمزي. كيف ما كتعرفوا التطبيق ديال القانون كيبغي بزاف ديال الوقت, كيف ما كتشوفوا البلاكار تقريبا دابا شي عامين هما مضاربين باش يديروا للناس بلاكار وغيدا الشدان وكيبداو, فهمتي؟ الا ما عندكش غدير بروسي وداك الشيء. الوغ هاد الخطوه الجديده هي انه غاديين يديروا زحام بزاف حقيقه, غاديين يديروا هاد البيرمي ديال الام اللي غيولي خاصك ضروري يكون عندك هاد البيرمي هذا. بيان سور الا ما كانش عندك ديال الموتور غيولي خاصك ضروري 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 تمشي وتطبع هاد البيرمي هذا ديال الام باش يولي عندك الحق انك تسوق اي موتور سيكوند. ملي كنقول لكم موتور يعني اما تريبورتور سيكوند اما كواد اما موتور صغير. المهم هذا غيولي غيحيد هذاك الفراغ اللي كان قانوني, وكانوا بزاف ديال الدراري ما عندهمش الحق يسوقوا كواد, ما عندهمش الحق يسوقوا, حيت ملي كتكون قل من 18 عام راه ما عندكش الحق تسوق موتور صغير ولا كبير ولا اي حاجه عندها موتور. الوغ ملي داروا هذا البلان هذا غادي هو في الحقيقه مزيان لينا حنايا, ولكن لحد الان بقى ما عرفناش لو بري شحال, حيت في الحقيقه الا كانت شي حاجه فيها 300 درهم راه ما بلان ما والو. نورمالمون بزاف ديال الناس غيقولوا لي وكيفاش غادي ناخذ هاد البيرمي هذا. هاد البيرمي هذا ما عليك الا كيخصك تمشي للوطو يكون, ولكن ماشي دابا كيف ما قلت لكم راه باقي لحد الان حتى حاجه ما تفرضاش, حيت الحاجه ملي كتفرض عاد الناس بزاف كيمشيو يتجراو باش يديروا هذاك الشيء, ولكن خاص تكون عندنا واحد اليد. كتمشي لهذاك كتقول ليه بغيت ندوز بيرمي ام, ملي كتمشي كتقول ليه بغيت ندوز بيرمي ام كتجيب هذوك الوراق اللي غيخصوك وهذاك الشيء, وكدوز واحد الامتحان نظري. ملي كنقول لكم النظري غادي تمشي غير منك البيسي, كدوز غير الكود وما كدوش السوغان حيت عارفين 50 فهمتي, ماشي زعما ماشي فيتاس, والاكثريه ديال الناس راه كيعرفوا يسوقوا 50 فهمتي, راه بالناس اللي كيتعليك سوق بيكالا راه غيسوق 50, ما كيحتاج زعما شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي معقده. الوغ كتمشي كدوز هاد الامتحان النظري ديال واحد النهار ولا نص نهار على حساب ديك الساعه اش غادي نديروا اكزاكتومون, وبحال هكذا كتسنى واحد 15 يوم وكيخرج لك بيرمي. الا كان عندك بيرمي بعدا كيخرج لك بانه راه تزادت هذيك ام كيف ما كتشوفوا في التصويره بحال هكذا. سينو الا ما كانش عندك بالمره كيخرج لك واحد جديد وفيه غير هذيك ام, وهذيك ام ما كتخليكش انك تسوق موتور اكثر من 50 سي سي. كيف ما كنبغي نستر لكم على هذه الكلمه هذه, ا ان كتسوق به مطر حتى 125, عندك 125 كل تحت عندك الحق انك تسوقهم. ا
بيرمي هو اللي عندنا حنايا هو اللي كنسوقو به موطور كبار. هذا كيخليك تسوق موطور اكثر من 125 125 سي سي، يعني كتسوق لي كاتيجوري كاملين ديال الموطور وما عندكش مشكل. بالنسبه للبيرمي اللي قلت لكم ديال الاي ام، دابا بحال الماطر غيوليو مقسمين على ثلاثه، هذا هو البلان. غيولي وحدين كيسوقوا غير الماطر الصغار بيرمي ديالهم، وواحد اخر اللي كتاخذ اوتوماتيكو مع الثاني، يعني ا او ا، راه كدوز بيرمي عالي ديال الموطور. لي بري راه هما هادو اللي تزادوا تقريبا شي 2300 درهم. كتاخذوا ديك الساعه عندك الحق تسوق موطور كبير بحال هكذا وما عندكش مشكل. المهم هذا البلان هذا كنتمنى انني نكون خفيف عليكم ونكون انني وصلت لكم ليدي بواحد الطريقه مبسطه كيف ديما، وكنحاولوا نجيبوا لكم اي حاجه جديده واي حاجه وقعت بالموطور. بيان سور ما تنساوش اننا كنديروا مواضيع بزاف في الصفحه الفيسبوك وحتى انستغرام. انستغرام ديالي راه هذا كيف ما كتعرفوا قريبا غتكون واحد الجيف اواي في انستغرام، خليكم فايقين. ما غنقولش لكم في شيب مالوغوزمون، الوغ الا كنتي مازال مابونيش عندي في انستغرام غادي تدخل تابوني وغادي تبقى تشوفنا في ستوريات كل نهار، بلا ما تبقى تسنى زعما يوتيوب حتى نلوحو شي حاجه. ستوريات كل نهار كنلوحو شي حاجه جديده وكنضحكو كاملين بيان سور، واي حاجه متعلقه بالموتور كنلوحها في انستغرام. الوغ الجيف اواي غادي تكون غادي يكونوا فيها واحد اللعيبات اللي زوينين اللي غيعجبوكم بيان سور كيف ديما، وبيان سور غادي يكون واحد الكوبون ديال واحد ستور اللي متعلق باي حاجه بالموتور. غادي يكون واحد الكوبون اللي غادي يقدر ينقص لكم من 20% حتى 50% من اي حاجه بغيتوها من هذاك ستور. الوغ الناس اللي باغيين يستافدوا والناس اللي كيقلبوا على الهوشه، مرحبا بكم في انستغرام اللي هو هذا. دخول وكاينين تصويرات كاينين فيديوهات كاين، المهم كاين بزاف ديال الحوايج كاين متشاف في انستغرام. بهذا البلان هذا وبهذا الجديد هذا كنبغي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم. كان معاكم بادي اوماس بالفوكس زيد ويسون من احسن بلاصه في العالم اللي هي كازا بلانكا. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش لايك وسبسكرايب الا كنت اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا، ما تنساش تابونا معنا في لاشين باش كل مره يوصلك الجديد، وبيان سور باش نحاولوا اننا نفيدوكم ونديروا شي حاجه جديده. بيان سور زيد ويسون غادي ندوي عليها في واحد الفيديو اخر بيان سور. كل ثلاث مع الخمسه على 20 غادي نتلقاو فيديو في لاشين. الوغ ما تنساوش لايك وسبسكرايب، وبيان سور مره كنغفلوكم شي فيديو في لاشين باش ما تبقاوش دايرين بالكم، باش نغفلوكم السيمانه ودوزوا معنا وقعيته زوينه فوق الموتور من كازابلانكا. تهلاو ليا فراسكم، بيس اوت. اول 20 ما تنساوش لايك في هذا الفيديو هذا، و الى كنت اول مره غادي تشوف هذا الفيديو ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس. الفرق بيني وبينك جاي كسري لايكس اشري وانا كنبيعو، انت باغي فيديو فيفو وانا باغي نزيد الكيلو، باش تعجبتي سميتي في شي فيت غنجيو ليك وسهل الفيلم.